لكن ما توصل إليه العلم الحديث يتوافق مع المعنى الحرفي للكلمة، وهو أن الحديد قد نزل بالفعل إلى الأرض ولم يكن موجوداً في أصل خلقتها. وقد استنتج العلماء أن الحديد قد نزل إلى الأرض ولم يكن من مكوناتها، لأن الحديد لا يمكن أن يتكون في الأرض ولا في المجموعة الشمسية برمتها، وذلك لأن الحديد يحتاج ليتكون من خلال التفاعلات النووية إلى حرارة تفوق 4 أضعاف حرارة الشمس. قبل ما نبدأ، اشتراك ولايك للفيديو، ذلك يحفزنا على الاستمرار. تابع الفيديو. الإعجاز العلمي في سورة الحديد يقول الحق سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهذه الآية تحتوي على إعجاز علمي فريد، وهي تشير إلى معلومة علمية حديثة لم تعرف إلا في النصف الثاني من القرن الماضي. ووجه الإعجاز العلمي في الآية هو تعبير إنزال الحديد، ومعنى الإنزال يقضي أن الحديد لم يكن موجوداً على الأرض ولكنه نزل بعد ذلك. ولقد أشكل فهم هذه الآية على المفسرين السابقين، فقالوا أنزلنا بمعنى خلقنا أو سخرنا وغيرها، وهذا صرف للمعنى الدقيق إلى المجاز، ولكن ما توصل إليه العلم الحديث يتوافق مع المعنى الحرفي للكلمة، وهو أن الحديد قد نزل بالفعل إلى الأرض ولم يكن موجوداً في أصل خلقتها. وقد استنتج العلماء أن الحديد قد نزل إلى الأرض ولم يكن من مكوناتها، لأن الحديد لا يمكن أن يتكون في الأرض ولا في المجموعة الشمسية برمتها، وذلك لأن الحديد يحتاج ليتكون من خلال التفاعلات النووية إلى حرارة تفوق 4 أضعاف حرارة الشمس، وهذا يتوفر في نجوم أخرى أكبر من الشمس وحرارتها أشد من حرارة الشمس، فلذلك تكون الحديد في نجوم أخرى. وعندما انفجرت تلك النجوم وصلنا الحديد. إشارات علمية في سورة الحديد، وتسلسل نزول الحديد ما زال مستمراً، فهناك آلاف النيازك التي تسقط على الأرض سنوياً وتحتوي معظمها على عنصر الحديد. ومن تلك النيازك نيزك سقط على منطقة أمريكية ووصل وزنه قرابة 62 طناً، ويتكون من سبائك الحديد والنيكل. وكذلك النيزك الذي سقط على منطقة في أريزونا الأمريكية أيضاً، حيث أحدث حفرة عمقها 200 متر واتساعها 1000 متر، واستخرج منها عشرات الأطنان من الحديد والنيكل. وأما قوله سبحانه وتعالى فيه بأس شديد، قد وجد علماء الكيمياء أن عنصر الحديد هو أكثر المعادن ثباتاً وقوة ومرونة وكثافة وتحملاً للضغط، وهذا دليل البأس الشديد التي يتميز به. ومما يلفت النظر في سورة الحديد أيضاً أن ترتيبها هو 57 في ترتيب سور المصحف الشريف، وهذا الرقم يعادل رقم الوزن الذري لذرة عنصر الحديد، وإن رقم الآية التي تحدثت عن الحديد في السورة الكريمة هو الرقم 26 بزيادة البسملة، وهذا هو رقم العدد الذري لذرة عنصر الحديد، وهذه الأرقام لا يمكن أن تكون على هيئة مصادفة. عزيزي المشاهد، لا تبخل اشتراك ولايك للفيديو ليصلك كل ما هو جديد في الكون.